الألمنيوم اللي نستخدمه صراحة الألمنيوم كله معاد، أكثر الألمنيوم المستخدم عندنا معاد. نأخذ الألمنيوم من فرعنا من صناعات كاس ألمنيوم دبي الشركة الأم، ونقوم هنا بإعادة صهر الألمنيوم وإعادة تشكيله إلى هاي المواد والأبواب والدربزينات، نشكلها حسب طلب الزبون. الألمنيوم نصهره، عندنا أفران صهر هنا بالمعمل، نقوم بصهره بمادة زيت السيارات المعاد المحروق، ناخذ الزيت ونصهر به الافران. هذا حتى مسوي له نظام، احنا نظام فلتريشن مائي يدخل عليه الدخان بحيث ما يكون عندنا اي تلوث للبيئه.